مباراة كما كتعرفوا اليوم مباراة في مدينة الداخلة كانت مباراة جد صعبة، مباراة بين فريقين جارحين كيعانيوا في أسفل الترتيب. الحمد لله اليوم استطعنا باش نحققوا واحد النقطة إيجابية هنا من مدينة الداخلة، وكل شيء كيعرف اش كتسوى نقطة من مدينة الداخلة. اليوم حالة الفريق بعدما تعرضنا لطرد في الدقيقة 30 واللي كان طرد في الدقيقة 30 العدير جديري ظهير أيمن، استطعنا من الدقيقة 30 لعبوا ب 10 اللعابة والحمد لله جرينا المباراة كما بغينا وكما قال لنا تبعنا التعليمات ديال المدرب والحمد لله جبنا نقطة ثمينة جدا مدينة الداخلة. آخر سؤال وهو كيف تنظرون إلى هذا التعادل؟ التعادل كما قلت لك سي تعادل جد إيجابي من مدينة الداخلة، ودابا غندخلوا نادي القنيطري وإن شاء الله غنهيئوا المباراة الجاية باش نحققوا المبتغى باش نبقاو في القسم الوطني الهوات، وكنتمنى التوفيق للجميع.